في البداية، أكد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي من وهران بأن الهياكل القاعدية التي تحوزها الجزائر تسمح بإجراء مختلف المنافسات الدولية، ممثلا في ذلك بالنجاح الذي ميز تنظيم رالي صحاري الدولي في ميكروفون ياسين رشي. منافسات قارية ومنافسات دولية في المجال في الميدان الرياضي، يعني الحمد لله، يعني واش في من خلال مخططات الخماسية الثلاثة فخامة رئيس الجمهورية، يعني عندنا هياكل منشآت رياضية في المستوى، وشفتم يعني أخيرا نظمنا غادي الساري الدولي. هذا وأكد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي بأن رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى براف قد قضى وقتا كافيا في الهيئة، مطالبا إياه باستغلال منصبه الإفريقي لمساعدة الرياضة الجزائرية، مضيفا بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشاكل. منافسات قارية ومنافسات دولية في المجال في الميدان الرياضي، يعني الحمد لله، يعني واش في من خلال مخططات الخماسية الثلاثة فخامة رئيس الجمهورية، يعني عندنا هياكل منشآت رياضية في المستوى، وشفتم يعني أخيرا نظمنا غادي الساري الدولي.